بسعي دائم لتطوير خدماته، بدأ تيك توك وضع قيود على المحتوى، وتحديداً مع ارتفاع موجات التنمر والرسائل والتعليقات المزعجة وغير المرغوبة، لا بل الخطرة. الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى المحظور هم المراهقون والأصغر سناً. من هنا بدأت تيك توك اختبار فرض قيود على المحتوى وفق سن المستخدمين. نتابع. ونرحب بضيفنا من بيروت الخبير التكنولوجي فريد خليل. أهلا بك أستاذ فريد. تابعنا في الأشهر الأخيرة حالات انتحار، حالات نفسية بالغة الخطورة لدى أطفال ومراهقين. هل أقدم تيك توك على هذه الخطوة متأخرا؟ وما أهمية اليوم الإسراع في تنفيذها؟ وما هي المحاذير؟ مرحبا بالبداية لك ولكل المتابعين. فعلا مثل ما تفضلت وقلت، صار فيك على العديد من الحالات اللي عم بيتعرض لها المراهقين والأصغر سنا على تيك توك، لأنه نحن بنعرف أنه القسم الأكبر من مستخدمي هذا التطبيق هن من الصغار السن ومن المراهقين. يعني رب خطوة نافعة هلأ يعملوها أحسن ما تكون بعد متأخرة أكثر، ولكن كلنا بنعرف أنه بالبداية كل تطبيق هدفه بالأساس أنه يستقطب مستخدمين، يعني بأخره عملية حظر محتوى معين بيعطوا مساحة حرية كبيرة للمستخدمين تيستقطبوا قد ما فيهم ناس يستعملوا هذا التطبيق، لأنه هذا سر نجاح التطبيقات اليوم. هي خطوة متأخرة طبعا، متأخرة خصوصا أنه اليوم الذكاء الاصطناعي بقدر ما هن بيجربوا يستعملوه ليعملوا حظر ومراقبة للمحتوى اللي عم يطلع على المنصة. بالمقابل كل العمليات أسكام أو الاحتيال اللي بتصير بالمطرح بالمقابل كمان بتستعمل ذات التقنية، فهن مع بعضهم عم يمشوا بطريقة وفي تسابق بين اثنين، ومن الصعب جدا ببعض المطارح. طيب أستاذ خليل، هل هذه اليوم الخدمة والتي تكون أشبه بمفتاح أمان، مفتاح أمان لأولياء المراهقين وللأهل، كيف يمكن اليوم عدم التهرب من استخدامها ووضع ضوابط وهنالك جيل بأسره من المراهقين ومن صغار السن ومن الأطفال يمضون ساعات وساعات طويلة عبر تيك توك؟ صحيح، المهم أنه الأهل يعرفوا بهذه الميزة، لأنه هي موجودة، البارنتال كنترول موجودة ضمن هذا التطبيق، وموجودة كمان حتى من قبل، ولكن هن عم بيطوروها أكثر لنوع المحتوى. يعني على الأهل يكون عندهم دراية بالتطبيق اللي نازل على هواتف الأطفال أو المراهقين، ويفعلوا هذه الميزة مع الباس كود وما يعطوه للأطفال ليرجعوا هني يفكوه. هذه شغلة كتير مهمة، لازم يكون في إلها توعية عند الأهل تيحدوا من هذا الخطر اللي عم بيتعرضوا لألون المراهقين وصغار السن على التطبيق. ولكن بيبقى مطرح اللي هو اللايف، كلنا بنعرف أنه تيك توك فيها ناس تطلع بالمباشر، في مشكلة كتير كبيرة بمراقبته. يعني نحن ما بنقدر نراقب محتوى طالع بطريقة مباشرة، أنا وياك فينا نكون نحن على المباشر، ما ممكن تراقب شو ممكن يكون أنا عم بحكي. فهون الخطر الأكبر اللي هو كمان عم بيحاولوا أنه يلاقوا له إطار، ولكن بعد ما في له إطار حل، إنما بالمحتوى الموجود طبعا لازم هذه الميزة تتفعل لحماية المراهقين. تيك توك يستحوذ في الدول العربية على عشرات بل مئات ملايين المستخدمين. الكونغرس الأمريكي تطرق إلى خطورة هذا التطبيق على المراهقين، على النمو الذهني، على المبادئ والأخلاقيات التي يعني تقدمها الأسرة، إمضاء ساعات طويلة. يعني كخبير اليوم تحلل كل هذه البيانات، إلى أين يمكن أن تصل هذه الخطورة؟ دور الأهل، وهنالك مواقع تعنى بالصحة النفسية تحدثت بأنه كهف مظلم سيدمر الأجيال. صحيح، هذه المخاوف كلها صحيحة وكلها موجودة
وخصوصا اللي بيستخدم هذا التطبيق وبيقضي وقت عليه بيعرف كتير منيح اي نوع محتوى موجود. المحتوى غير مضبوط ممكن يكون فيه محتوى من كافة المجالات، من اي موضوع، ما في رقابة على المحتوى، وخصوصا مثل ما كنت عبقول قبل بالمباشر خطر جدا على الاطفال. منشان هيك على الاهل مثل باي تطبيق اخر او على الهاتف المحمول خصوصا عند صغار السن عليهم مراقبة هذا التطبيق، هذه التطبيقات اللي عم بينزلوها الأطفال، ويستعملوا كل الميزات اللي بتسمح لهم بمراقبة وضبط أي نوع محتوى. حتى التطبيق بحد ذاته عم بيطرح على كل شخص هو كرييتر أو صناع محتوى يقولوا له أنت لمين بدك يكون المحتوى لإلك، ولكن بيبقى بعض الناس اللي ما بتفرق معهم وين بدهم يحطوا هذا المحتوى ولمين ممكن يوصل. هذه الشهرة الافتراضية أيضا أستاذ فريد والتي يمنحه تطبيق تيك توك تدخل ضمن إطار هذه الخدمة الجديدة والمضار النفسية والتبعات بالغة الخطورة؟ من فضلك الإجابة في دقيقة. طبعا هن هيدا اللي عم يشتغلوا عليه هلا، وخصوصا كانوا قبل الافراط في الاكل، وخصوصا انه نحن بنعرف بامريكا هذا موضوع جدا مهم عندهم، ولذلك تطور اكثر ووصل للكونغرس الامريكي. هن هلا عم يمنعوا هذا الموضوع بشكل جذري، وعم يكون في له مراقبه بشريه وتقنيه تيقدروا يحصروا هذا المحتوى وما يخلوه يتمدد، لانه هيدا رح يشكل لهم خطر مثل ما شكل خطر على تطبيقات انستغرام وفيسبوك والدعاوى اللي لحقتها، واللي هلا عم يجبرون انه يعملوا انستغرام للصغار. فهذا الصراع بدهم يجربوا يتفادوه شركه تيك توك تما يوصلوا مثل ما وصل المشاكل عند فيسبوك وانستغرام كمان. الخبير في التكنولوجيا المعروف فريد خليل كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في بيروت، شكرا جزيلا لك.